السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على فيديوهات تتعلق بالمشروعات القومية، والعرض ده استمرار للفيديوهات اللي قبل كده اللي بتتكلم على المشروعات القومية. فهنتكلم على خمس مشروعات في خمس مجالات. هنتكلم في مجال البيئة عن بحيرة مريوط، وهنتكلم في مجال النقل عن محطة القطارات العملاقة اللي هنعرف مكانها فين، هنتكلم في موضوع المدن الجديدة عن حاجة اتكلمنا عليها قبل كده، هنشوف تطور العمل في مدينة العالمين الجديدة، وفي مجال الزراعة هنتكلم على صوامع الغلال، وبعدين آخر فيديو عبارة عن رحلة جميلة في حوض النيل بتعرفنا على أعالي النيل والبلاد والأماكن اللي بيمر فيها النيل قبل ما يوصل مصر. الفيديو اللي احنا هنشوفه ده عن بحيرة مريوط، في الأول في تعليق صوتي وبعد كده بيبقى فيه خلفية موسيقية وفيديو شغال عن بيورينا البحيرة والأعمال المتعلقة بها. مشاريع البنية التحتية العظيمة اللي غيرت مصر للأكبر مش في القاهرة بس، في نقلة نوعية بتتعمل في كل محافظات مصر. هنتكلم النهاردة عن مشروع مهم وهو محور التعمير في اسكندرية، وهنشوف ازاي من خلاله طورنا بحيرة مريوط اللي بتعد كنز مائي مهم جدا، وإيه علاقة كل ده بمشروع النهر الصناعي في الصحراء الغربية لزراعة الدلتا الجديدة. هنعرف كل ده وأكتر، تابعونا. بصينا على الخريطة هنلاقي هنا محور التعمير، واحد من أهم المحاور في اسكندرية، بيربط منطقة الأباري في الشرق ومنطقة سيدي كرير في الغرب، وبيفضل ماشي بمحايدات بحيرة مريوط زي ما احنا شايفين. ولأن ده محور مهم جدا كان لازم نطوره ونوسعه بأعلى معايير جودة الطرق العالمية. بدأنا الشغل في محور التعمير في يناير 2021، والنهاردة بننتهي من أعمال التطوير بطول 35 كيلو متر في المسافة من تقاطع المحور مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي لحد طريق سيدي كرير المطار. أعمال التطوير بتشمل إنشاء طريق خدمة على الجانبين، موقع 3 حارات في كل اتجاه عشان نوصل إجمالي الحارات ل9 حارات في كل اتجاه، متقسمين 5 حارات للسيارات و4 حارات للنقل التقيل. كمان تم إنشاء 18 كوبري بطول الطريق، وده عشان نتغلب على خطوط البترول اللي بطول المحور ويبقى عندنا محور حركة سريع. لما نيجي نبص على أهمية محور التعمير هنلاقيها مش بتقتصر على تسهيل حركة النقل وبس، لكن كمان المحور بيخدم حركة التجارة لأنه بيخدم حركة الشاحنات لموانى اسكندرية والدخيلة، والأهم من كل ده هو تطهير بحيرة مريوط، الكنز الطبيعي اللي بيحاذي طريق المحور. طهرنا منها 3.5 مليون متر مكعب، ونفذنا أعمال رقم 18 مليون متر مكعب، وعملنا معديات مياه تحت الطريق بطول 4500 متر. هنا عايز أوضح لحضراتكم إزاي مشاريع البنية التحتية هي الأساس اللي بيخدم كل مشاريع التنمية في مصر. بدأنا بتطوير محور مروري مهم جدا على بحيرة مريوط، وفي نفس الوقت طورنا البحيرة نفسها عشان نرفع إنتاج البحيرة من الثروة السمكية، وكمان تطوير البحيرة وتطهيرها بيخدم مشروع تاني أكبر وهو مشروع الدلتا الجديدة، لأن البحيرة لما اتطهرت اتوقفت عمليات صرف مياه الأراضي الزراعية فيها، وكمان قدرنا نوفر كمية مياه عذبة كبيرة جدا كانت بتفضل يوميا بصرفها في بحيرة مريوط، حولناها من خلال نهر صناعي عشان نعالجها ونستخدمها في أكبر مشروع زراعي في مصر وهو مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان. كمان المحور بيخدم مشروع تاني مهم في نفس الموقع وهو مشروع صوار اسكندرية، وده مشروع عمران جديد بيتعمل على بحيرة مريوط على مساحة 419 فدان. ده معناه إن مشاريع البنية التحتية بتكون دايما هي الأساس لأي مشروع تنموي. ودلوقتي تعالوا نشوف فيديو جوي من أعمال تنفيذ محور التعمير وكبر تقاطع محور التعمير مع وصل الطريق سيدي كرير. احنا بنجيب رسالة تشتغل معانا نضع فيها الثقة، المشاريع بتتكلم عشرات المليارات ويمكن مئات المليارات، واحنا لما نيجي نتكلم بموضوع بنعمله مش بنعمله عشان نحل المسألة مؤقتة، لا احنا بنعمل موضوع يحل المسألة مستقبلية. Thank you.
بعد كده حنتنقل للمشروع الثاني اللي هو محطة القطارات العملاقة. والحقيقة المشروع ده مشروع كبير وجميل وفائدته عظيمة، وزي ما اتفقنا مفيش تنمية من غير شبكة مواصلات. وأتمنى أنكم تستمتعوا بالفيديو. الفيديو ده في أوله فيه تعليق صوتي، وبعد كده هيبقى فيديو يعني أنا عملته صامت عشان تستمتعوا باللقطات بتاعت بتشرح تفاصيل المحطة الكبيرة دي. السلام عليكم وأهلا بكم. المحطة العملاقة اللي بنشوفها دلوقتي هي المحطة التبادلية لخدمة قطارات الصعيد، واللي بتعتبر أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط. وهنا نقدر نشوف بوضوح ونتوقع بسهولة إزاي الخدمة هتبقى حضارية ومميزة فيها، رغم إن أعمال التشطيب لسه ما خلصتش. موقع المحطة في تشطيب بمحافظة الجيزة، وموقع مهم جدا بيعتبر نقطة لالتقاء خطوط السكة الحديد الرئيسية في مصر. زي ما احنا شايفين سطح المشروع كبير، بيكامل على مساحة 57 فدان، يعني تقريبا 240 ألف متر مربع. لما نيجي نشوف مكونات المحطة هنلاقي المحطة نفسها عبارة عن بهو رئيسي على مساحة 31 ألف متر مربع. كمان المحطة ملحق بها مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكة حديد على مساحة 166 ألف متر مربع. زي ما احنا شايفين الطراز المعماري المصري هو الطابع المسيطر على كل تفاصيل المحطة. وأهم شيء بيميز التصميم هو سقف زجاجي على شكل عرض. المحطة هتكون مزودة بكل الخدمات، بوابات للتذاكر، ماكينات تي في ام لقطع التذاكر، تكييف مركزي، مساعد وسلالم كهربائية، دورات مياه، خدمة واي فاي، كاميرات مراقبة، نظام حديث للإطفاء والإنذار، وكمان كافيهات ومطاعم وأماكن تجارية. أهمية المحطة إنها بتخفف الضغط على محطة رمسيس والجيزة، وهتكون مركز لالتقاء خطوط السكة الحديد الرئيسية زي خط السد العالي وخط اسكندرية امبابة وخط المناشي والأبال. كمان المحطة بتطل على محاور مرور رئيسية زي محور الفريق كمان عامر وشارع السودان ومحور أحمد عرابي ومحور 26 يوليو. وبسبب الموقع المميز للمحطة هتكون مربوطة مع وسائل نقل مختلفة، هما السكة الحديد والخط الثالث للمترو، وكمان الموديل والأتوبيس الترددي على الدائري بي ار تي وأتوبيسات النقل الجماعي. بعد ما كل ده يخلص الراكب المحطة بشتين هيقدر يتحرك ويروح لأي مكان هو عايزه. والأهم من كل ده المحطة هتوفر 15,000 فرصة عمل مباشرة. بالنسبة لنوع تشغيل المحطة، من المقرر انتهاء المحطة وافتتاحها شهر ديسمبر الجاي. ودلوقتي نسيب حضراتكم تشوفوا حجم الجهد اللي بيتعمل في المشروع الكبير. لكن واحنا بنتفرج على محطة بشتين لازم نفتكر التشويه اللي اتقال عن المشروع وهو بيتعمل في بدايته من اعلان المطارات، ونشوف النهارده وصلنا لايه. وعملنا مشروع ضخم هيخدم شريحة كبيرة جدا من المصريين ومواصفات بتضاهي أفضل المحطات العالمية. تعالوا نشوف الفيديو.
بعد كده هنتفرج على فيديو تاني عن مدينة العالمين الجديدة والتطورات الحديثة اللي حصلت فيها، وده برضو الجزء الأول من الفيديو عبارة عن تعليق صوتي، والجزء الثاني I muted the song عشان هيبقى فيديو صامت زي الفيديو اللي قبل كده. السلام عليكم وأهلا بكم. لأول مرة هنشوف بفيديو النهاردة الشكل النهائي لأبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة، وكمان هناخد جولة في المدينة ونشوف آخر التطورات فيها وصلت إيه. زي ما احنا شايفين دي مجموعة من الأبراج بتطل على بحيرة صناعية هتقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى هتكون منطقة المال والأعمال، نفس اللي موجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة لكن على أصغر، والوظيفة الثانية هتكون فندقية سياحية. الأبراج عددهم 5، 4 أبراج منهم بارتفاع 200 متر والبرج الأيقوني بارتفاع 250 متر، وده هيكون تاني أعلى برج في أفريقيا بعد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية. أبراج الداون تاون هتكون مختلفة في الشكل والوظيفة عن الأبراج الشاطئية، واللي بيوصل عددها ل 23 برج هتكون وظيفتهم سياحية فندقية بالدرجة الأولى، بعكس أبراج الداون تاون هيكون لهم وظيفة تجارية وهيكون فيها مقرات للشركات الكبرى ورواد الأعمال بالإضافة لوحدات فندقية. اللي بيميز الأبراج هو نظام الإضاءة الحديث واللي هيكون مضاء بالليل بشكل معين، بتختلف إضاءتها في أيام العمل عن إضاءة أيام الأعياد، والإضاءة عبارة عن لون فضي بيشير للنجوم، ولون أزرق بيشير للبحر والهدوء، واللون الأخضر بيشير للنباتات والحياة، اللون الأحمر بيشير للهب والحماس، واللون البنفسجي بيشير للحب، واللون الذهبي رمز لقوة الشمس. كل الأضواء دي بتتلاقى على قمة البرج الأيقوني عشان تشكل عرض ليلي رائع مستمد من الحضارة المصرية. البرج الأيقوني هيكون المعلم الرئيسي بالمدينة، وهيكون مخصص فيه نظام إضاءة معين وهيعرض إعلانات زي ما احنا شايفين. ودلوقتي تعالوا ناخد جولة في مدينة العالمين الجديدة ونشوف آخر التطورات فيها وصلت لإيه. بعد كده هنروح لفيلم تاني. الفيلم ده عبارة عن برنامج صباح الخير يا مصر في القناة الأولى، بيتكلم على موضوع مهم قوي وهو موضوع صوامع الغلال اللي بيمشي جنب إلى جنب مع مشروع التوسع في زراعة الحبوب لسد الفجوة الغذائية. رغم أن القمح هو واحد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، لكن
للأسف كان عندنا مشكلة في تخزين القمح، كان موجود شوان ترابية بتضيع جزء كبير من المحصول. عشان كده الرئيس أطلق مشروع قومي للصوامع اللي بيستهدف إنشاء 50 صومعة كبرى بأحدث التجهيزات عشان تحافظ على غذاء المصريين. دلوقتي تم تنفيذ 44 صومعة وباقي 6 في مراحل التنفيذ الأخيرة. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014 يده على موطن خلل كبير يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات سنويا بسبب نظام تخزين القمح في الشوان الترابية. ومن أجل الحد من المشاكل التي تواجه المزارعين والموردين للحبوب كل عام، قرر الرئيس السيسي إطلاق أكبر مشروع قومي لتخزين القمح في صوامع حديثة على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها، وذلك للحفاظ على جودته والحد من المصدر منه. يتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة حديثة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، حيث تم الانتهاء فعليا من إنشاء 44 صومعة بطاقة استيعابية تصل إلى 2.7 مليون طن، وتقترب الدولة من الانتهاء من إنشاء 6 صوامع جديدة من المقرر بدء العمل بها في موسم حصاد القمح المقبل بتكلفة تصل إلى 68 مليون جنيه للصومعة الواحدة سعة 60,000 طن، فيما تصل تكلفة الصومعة التي تتسع ل 90,000 طن إلى 300 مليون جنيه. يتضمن المشروع برنامج تدريب على أعلى مستوى تكنولوجي لتدريب العاملين على منظومة حفظ القمح وكيفية تشغيل المعدات والتعامل مع المراحل المختلفة من تنظيف وغربلة وتصنيف وتكييف وتعبئة وتخزين، وعلى كيفية القيام بعمليات الصيانة الدورية للمعدات والتعامل مع أي مشاكل أو أعطال طارئة. كما تم ربط جميع الآليات داخل غرف التحكم بشبكة إلكترونية عبر الإنترنت وتتم متابعتها لحظيا بمركز التحكم المركزي بالشركة الرئيسية. الفيديو الأخير والجميل هو بالرغم ان اسمه قناة كل شبر في مصر، لكن بيتكلم زي ما قلنا قبل كده عن حوض النيل ومصادر نهر النيل في دول متشاطئة معانا اللي هم 10 دول في أعالي النيل. السلام عليكم، معاكم يوسف نبيل ودي قناة كل شبر في مصر. النهاردة بقدم لك فيديو جديد مميز، أنا هاخدك في رحلة شيقة نتعرف فيها ونستكشف منابع النيل الاستوائية، وأوعدك إنك مع نهاية الفيديو ده هتلاقي شعرك بيقف وهتاخد نفس عميق وانت بتقول سبحان الله العظيم. طبعا كلنا عارفين إنه نهر النيل اللي بيصب في البحر المتوسط بيبدأ من بحيرة فيكتوريا الموجودة على خط الاستواء، وعلشان كده منطقة بحيرة فيكتوريا بيسموها المنابع الاستوائية، لكن في منابع تانية أو روافد تانية جاية من إثيوبيا ودي اسمها منابع الحبشة أو منابع الهضبة الإثيوبية، وأهمها طبعا النيل الأزرق. لكن إحنا النهاردة هنتكلم عن منابع ومسار نهر النيل في المنطقة الإستوائية علشان بعد كده هنقدر نعرف إزاي ننسق مع دول حوض النيل كيف تكون أفضل استفادة من نهر النيل، وهل فعلا ممكن نحول النهر ده ونهيئه إن يكون قناة ملاحية صالحة للنقل النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. شوفوا معايا الخريطة وهتعرفوا إنه منطقة خط الاستواء فيها دول كتيرة زي كينيا وعاصمتها نيروبي، وأوغندا وعاصمتها كامبالا، وتنزانيا وعاصمتها دودوما، ورواندا وعاصمتها كيجالي، وبوروندي وعاصمتها بوجمبورا، والكونغو الديمقراطية وعاصمتها على نهر الكونغو اسمها كينشاسا. وكل الدول دي هي ضمن دول حوض النيل بالإضافة لمصر والسودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا. أيضا منطقة بحيرة فيكتوريا بيسموها منطقة البحيرات الاستوائية، وده لأنه فيها بحيرات تانية غير بحيرة فيكتوريا. هنا مثلا في الجنوب بين تنزانيا والكونغو في بحيرة تنجانيكا، وموجودة برضو بين بوروندي والكونغو. نروح بين رواندا والكونغو نلاقي بحيرة كيفو،
ونروح بين اوغندا والكونغو نلاقي بحيرة ادوارد، وعلى خط الاستواء في بحيرة صغيرة متصلة ببحيرة ادوارد اسمها بحيرة جورج، ونتجه شمالا تاني نلاقي بحيرة البرت اللي موجودة بين اوغندا وبين الكونغو، ونتجه شرق بحيرة البرت وشمال بحيرة فيكتوريا في بحيرة جوه اوغندا اسمها بحيرة كيوبو، كمان المنطقة فيها جبال عالية جدا وهي اعلى جبال قارة افريقيا، والسلوك بتغطي قمامها بسبب الارتفاع الكبير جدا، والجبال معظمها عبارة عن براكين خامدة زي جبل كليمانجارو في تنزانيا، وده أعلى جبل في إفريقيا وارتفاعه 5895 متر. شوف إزاي بحيرة فيكتوريا محاطة بالجبال المرتفعة من جميع الاتجاهات. هنا جبل كليمانجارو أعلى قمة في إفريقيا، الجبل ده هو اللي هتشوفه فعلا من فوق تحسه إن فوقه بركان، لكن هو أصبح بركان خامد. جنبه بمسافة بسيطة جبل ميرو جوه تنزانيا، برضو في جبل كينيا، في جبل إلكون، في كمان هنا نروح الناحية الغربية هنلاقي مجمع جبال كده بين ألبرت وإدوارد بين البحيرتين دول، جبال رونزوري منظرها فظيع ومليانة وعايشة فيها كمية رهيبة من الحيوانات والغوريلا. معظم الجبال دي عبارة عن براكين خامدة، لكن على الحدود بين رواندا والكونغو وجوه الكونغو بالتحديد وشمال بحيرة كيفو في بركان مش خامد. البركان ده اسمه بركان نيراجونجو، زي ما انتوا شايفين الأبخرة طالعة من البركان والحمم طالعة من البركان، شايفين المنظر بتاعه وفوهته. الفوهة دي يا جماعة قطرها كده كيلو وتلت، كيلو وتلتمية متر، وادي النار باينة طالعة منه بيغلي من جوه، وبيعتبر من أخطر براكين العالم. البركان انفجر مؤخرا في شهر مايو الماضي 2021 وقتل العشرات، وحوالي نصف سكان المدينة هربوا منها، ومئات المنازل غمرتها الحقن الملتهبة واحترقت. نسيب الجبال البركانية ونرجع لبحيرة فيكتوريا اللي هي أكبر بحيرة في قارة إفريقيا، وهي تاني أكبر بحيرة عذبة في العالم بعد بحيرة سوبيريور، اللي هي أكبر بحيرة عذبة في العالم وموجودة ضمن البحيرات العظمى في قارة أمريكا الشمالية على الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. بحيرة فيكتوريا كبيرة جدا، يعني طولها من الشمال للجنوب أكثر من 300 كيلومتر، وعرضها من الشرق للغرب 275 كيلومتر، وده بيشكل مساحة حوالي 65,000 كيلومتر مربع. سطح ماء البحيرة على ارتفاع 1135 متر فوق سطح البحر. بحيرة فيكتوريا أقصى عمق ليها 80 متر ومتوسط عمقها حوالي 40 متر، والبحيرة مشتركة بين ثلاث دول اللي هي دول أوغندا وتنزانيا وكينيا، لكن كينيا واخدة جزء صغير من البحيرة، أو المسافة من الشط الشمالي للشط الجنوبي للبحيرة 300 كيلو، يعني مرة ونص المسافة من القاهرة لإسكندرية. البحيرة مسيطر عليها أو متقسمة أكتر بين أوغندا وتنزانيا، أما كينيا واخدة مساحة بسيطة من البحيرة حوالي 6% فقط. الجبال العالية الموجودة هنا غرب بحيرة فيكتوريا هي اللي بتنزل عليها أمطار غزيرة معظم أيام السنة، جزء من الأمطار دي بينزلق للغرب وبيشكل أنهار متعددة تصب في حوض نهر الكونغو، وجزء تاني بينزلق للشرق وبيصب في بحيرة فيكتوريا. يعني هنا مثلا بين بحيرة كيفو وبحيرة إدوارد في جبال فيرونجا اللي بتشكل حدود بين رواندا وبوروندي والكونغو، الجبال دي اللي انت شايفها دي بتنزل عليها أمطار غزيرة معظم أيام السنة، جزء من الأمطار دي بيروح لنهر الكونغو وجزء بيروح لبحيرة فيكتوريا ونهر النيل. نفس الكلام بين بحيرة إدوارد وبحيرة ألبرت، في جبال روينزوري هنا برضو فيها محميات طبيعية ومناظر طبيعية جميلة وفيها حيوانات كتيرة، كل المناطق دي لو رحتها وشفتها هتلاقي الفيل والغوريلا والزرافة والحيوانات دي كلها اللي احنا بنحبها. وعلى ساحل بحيرة فيكتوريا توجد عدة مدن إفريقية زي مدينة موانزا في تنزانيا ومدينة كيزيمو في كينيا، وفي أوغندا بنلاقي العاصمة كامبالا، وبنلاقي كمان مدينة إنتيبي اللي العرب بيسموها عنتيبي. لكن احنا بقى هنروح مدينة جينجا الأوغندية الموجودة على ساحل بحيرة فيكتوريا، وتقع على بعد 70 كيلومتر شرق العاصمة الأوغندية كامبالا، واللي هتبدأ منها رحلة نهرين العظيم نهر النيل. هنا في شمال بحيرة فيكتوريا موجودة مجموعة كبيرة من الجزر واللي أصبحت مقصد لكثير من السياح، وشمال الجزر دي بيبدأ يخرج نهر من أجمل أنهار العالم، نهر الخير والبركة لشعب مصر. وهناك هتلاقوا اللافتة الزرقاء دي اللي مكتوب عليها
the source of river Nile, Jinja, world's longest river. يعني منبع نهر النيل في مدينة جينجا اللي هو أطول أنهار العالم. ومدينة جينجا هنا بيميزها الكوبري المعلق الجميل الموجود فوق نهر النيل. والنيل هنا مش بيسموه النيل الأبيض، لكن بيسموه نيل فيكتوريا، فيكتوريا نايل. وبعد الكوبري ده مباشرة هتلاقي أول سد مقام على نهر النيل، وده اسمه محطة نالوبالي للطاقة، تم إنشاؤه في عام 1954. شوف معايا، دي دولة أوغندا، ودي مش دولة صغيرة، ده طولها من الشمال للجنوب كده أكتر من 550 كيلومتر، وهي بتطل على جزء كبير من بحيرة فيكتوريا. ولما تلاقي نهر النيل طالع من بحيرة فيكتوريا فهو بيمشي في كل أوغندا كده في الشمال، وبعد كده بينتقل لدولة جنوب السودان. احنا النهاردة في دولة أوغندا، تعال شوف العاصمة كامبالا، ودي أكبر مدن أوغندا وتعتبر موجودة برضو على بحيرة فيكتوريا. جنوب كامبالا كده بشوية بسيط هتلاقي منتجع انتيبي أو مدينة عنتيبي، ودي مدينة مليانة زي ما انت شايف ملاعب جولف وفيها منازل فارهة يعني، وأماكن تحس إنها في أوروبا يعني، أماكن غنية وثرية. وادي مطار عنتيبي. هتروح مكان تاني اللي هو بقى جينجا. مدينة جينجا موجودة شرق مدينة كامبالا العاصمة بحوالي 60 أو 70 كيلو. هنروح هنا عند جينجا هنلاقي برضو إن جينجا فيها منازل كده تحسها إنها إيه، منظمة فارهة بتحيط بها الخضرة، في ملاعب جولف. واضح إن منبع النيل هنا عند جينجا منطقة جميلة جدا وفارهة جدا. وبيخرج النيل كده من عند بحيرة فيكتوريا وبيقابله هنا الكوبري ده اللي شفناه من شوية المعلق، وبعد كده على طول السد ده، ده اسمه سد نالوبالي. لكن جت أوغندا سنة 1993 وعملوا القناة المستديرة دي أو المنحنية دي، وطولها 1400 متر، وأنشأوا في نهايتها سد جديد تم افتتاحه رسمياً سنة 2003، وده اسمه محطة كييرا للطاقة الكهربائية. ممكن تسألني هو ليه السدود دي مش حاجزة وراها خزانات وبحيرات كبيرة كما هو الحال مع السد العالي وسد النهضة؟ فهقول لك، لأنه نهر النيل هنا منحدر انحدار شديد جدا من الجنوب للشمال، ودي أصلا كانت منطقة شلالات، فالمهندسين بيستفيدوا من الشلال الطبيعي ويعملوا مكانه سد، فيتحول الشلال الطبيعي لشلال صناعي قادر على توليد الطاقة الكهربائية. وبعد سد كييرا بسبعة كيلومتر، أوغندا افتتحت في سنة 2012 سد آخر اسمه سد بوجاجالي، وبعد سد بوجاجالي بسبعة كيلو كمان، وبعد منبع النيل في جينجا ب 18 كيلومتر، هتشوف المنظر الجميل ده. دي شلالات اسمها بوسوكو فولز. وجود الشلالات دي بيبين الانحدار الشديد والجريان السريع لمجرى النهر. وبعد شلالات بوسوكو ب 6.5 كيلو هتقابل شلالات إيتاندا، وبعد شلالات إيتاندا ب 19 كيلو هتلاقي سد إيزيمبا. بدأ بناء هذا السد في 2015 وانتهوا منه في مارس 2019. وبعد سد إيزيمبا بيمشي نيل فيكتوريا مسافة 76 كيلومتر فيوصل لبحيرة اسمها كيوجا. ادي سد نالوبالي، بعديه سد بوجاجالي، وبعد كده شلالات بوسوكو، وبعد كده سد إيزيمبا، وبيكمل النهر بقى جريانه بس من غير شلالات لغاية ما يوصل لبحيرة كيوجو. بحيرة كيوجو هي زي ما انتم شايفين عبارة عن آلاف الروافد اللي جاية من الجبال، وخصوصا جبل إلجون اللي هنا اللي هو على الحدود بين أوغندا وكينيا. كل المية اللي بتيجي من هنا تنزل في بحيرة كيوجو، وبحيرة كيوجو تعتبر جزء من نيل فيكتوريا، لأن النهر بيكمل بيخرج من بحيرة كيوجو ويمشي كده في مسار متعرج جدا، وبرده ما فيهوش انحدار شديد، بس الكلام ده مش هيستمر على طول لغاية ما نوصل لشلالات كاروما اللي تم تحويلها لسد كاروما. وطول المسافة دي من سد إيزيمبا لسد كاروما مرورا ببحيرة كيوجا، النهر طول مسافة 260 كيلومتر بيكون مش منحدر إلا قليلا جدا جدا، لأنه النهر بينزل فقط من مستوى 1040 متر فوق سطح البحر عند سد إيزيمبا لمستوى 1033 متر عند سد كاروما. وبعد سد كاروما بيمشي نيل فيكتوريا مسافة 75 كيلومتر في منحدر شديد جدا،
وهو أقوى من حضارات النيل على الإطلاق. وبينزل النيل في المسافة دي من ارتفاع 1032 متر لارتفاع 624 متر فقط. المسافة دي فيها جريان سريع جدا للنهر ومليانة شلالات عنيفة وكأنها مية نزلة على درجات سلم أو نزلة من فوق جبل. ومن أهم وأشهر الشلالات اللي ممكن نشوفها في النقطة دي هي شلالات موشيسون، والمكان ده ممكن تاخد فيه مركب وهتشوف هناك جمال طبيعي عمرك ما شفته. والمكان يعتبر أيضا محمية وطنية في أوغندا، وساعتها تتأكد إنه نيل فيكتوريا أو النيل الأبيض ميته مش قليلة أبدا، بالعكس دي غزيرة ومستمرة طول السنة على عكس النيل الأزرق اللي فيضانه بيستمر 3 شهور فقط. المركب دي هترسى دلوقتي على جنب لأنها مش قادر تروح للمنطقة اللي فيها الشلالات، شلالات مورشيسون، وينزلوا من المركب ويمشوا جنب مجرى النهر زي ما انتوا شايفين كده ماشيين على رجليهم عشان يوصلوا للمنطقة اللي فيها الشلالات عشان يستمتعوا بالمنظر الرهيب الفظيع. شايفين الشلالات والمية نازلة ازاي؟ المية جاية بغزارة، مية أمطار كتيرة جدا اللي اتجمعت من كل الجبال اللي شفناها ومن كل البحيرات اللي شفناها أو بحيرة فيكتوريا أو بحيرة كيوبو، وبتنزل المية هادرة جدا من فوق الجبل أو من فوق المرتفع ده وتنزل بعد كده وتكمل سريانها في مجرى نهر النيل. وبعد كده المية دي اللي احنا شايفينها هتروح كلها لبحيرة ألبرت. لو كانت المية الغزيرة دي بيوصل منها جزء كبير للسودان ومصر كانت هتبقى حاجة ممتازة، لكن للأسف جزء كبير من المية دي بيضيع في جنوب السودان. وبعد شلالات مورشيسون بمسافة 33 كيلومتر بينتهي نيل فيكتوريا بإنه يصب في بحيرة ألبرت، ولكن هي نفسها بحيرة ألبرت بتاخد ميتها ومية نيل فيكتوريا وبيتولد منها نيل جديد اسمه نيل ألبرت. ورغم كده فاحنا لسه ما خرجناش من دولة أوغندا الدولة الاستوائية الجميلة اللي بيبدأ منها مجرى النيل الرئيسي. كده احنا اتأكدنا ازاي ربنا بيحب المصريين وازاي بعت لهم مية جاية من وسط قمة الجبال والبراكين. سبحانك يا الله. يبقى احنا المصريين لازم فعلا نحافظ على مية النهر مش نرشها في الشارع. وفي ناس كانت بتقول ايه لازمة مشروع تبطين الترع، هي فلوس بيرموها وخلاص. لكن الواحد بعد ما شاف المناظر دي وعرف المعلومات دي فمش خسارة ابدا اننا نبطن الترع علشان نحافظ على كل نقطة مية بتجيلنا من اوغندا او من اثيوبيا. استكمالا للفيديو اللي اتفرجنا عليه اللي بيتكلم على مصادر النيل من البحيرات الاستوائية، الفيلم ده هيتكلم عن مصادر نهر النيل من ناحية النيل الأزرق أو بحيرة تانا. بيحصل إزاي؟ نرجع بقى لنهر النيل ونشوف النيل الأزرق اللي بيبدأ من بحيرة تانا هنا جوه إثيوبيا ويمشي كده مسافة 1500 كيلو تقريباً عشان يوصل لمدينة الخرطوم. لكن بيبدأ منين النيل الأزرق؟ النيل الأزرق بيبدأ من بحيرة تانا. تعالوا نشوف إيه هي بحيرة تانا. بحيرة تانا هي بحيرة طبيعية عبارة عن دايرة كده مدورة تقريبا قطرها حوالي 68 كيلو، يعني عرضها كده من الشط ده لغاية الشط ده حوالي 68 كيلو. ورغم إن البحيرة تعتبر واسعة وعريضة لكن أقصى عمق البحيرة دي هو 15 متر فقط، يعني البحيرة مش عميقة. البحيرة دي موجودة على ارتفاع 1788 متر من مستوى سطح البحر اللي هو صفر ارتفاع، لكن هي المكان الأقل ارتفاعا من كل الأرض اللي حواليها. وعلشان كده معظم المطر اللي بينزل في أي أرض قريبة من البحيرة دي بيجري المطر ده على هيئة أنهار صغيرة ويصب في البحيرة دي. لو خدت جولة حوالين البحيرة بالمركب أو اتمشيت على شط البحيرة وبصيت على كل الأراضي اللي حوالين البحيرة دي هتلاقيها جبال عالية مرتفعة عن مستوى سطح المية اللي في البحيرة. وعلشان كده كل الأمطار اللي بتنزل على الأراضي المحيطة بالبحيرة دي كلها والأراضي العالية دي كلها بتتدحرج وتتجمع في مية في أنهار صغيرة بتجري من الأرض دي العالية وتصب في البحيرة. زي النهر ده مثلا، شايفين النهر اهو ماشي كده وبيصب ميته ويرميها جوه البحيره. في نهر تاني مثلا هنا بيصب ميته ويرميها جوه البحيره زي ما انتم شايفين. انهار كتيره بتجري بغزاره من شهر 5 لغايه شهر 9 اللي هو موسم المطر من مايو لسبتمبر، وعلشان الميه بتاعت الانهار دي مليانه مواد رسوبيه وطمي وطين ورمله وغيره فبنلاقي ان ميه البحيره
مش شفافة على الإطلاق. كمان هنلاحظ إن منسوب المية في البحيرة في أواخر موسم المطر، يعني أواخر الصيف في شهر 9، بيكون مستوى سطح البحيرة أعلى بمقدار 2 أو 2.5 متر عن منسوب المية وارتفاعها في شهر إبريل مثلاً قبل موسم المطر. يعني من ملايين السنين المطر كله اللي بينزل حوالين بحيرة تانا بيتجمع فيها، لأن كل الأرض اللي حوالين بحيرة تانا أعلى منها، إلا مكان واحد يا جماعة، هو المخرج ده. ده مستوى أقل من منسوب بحيرة تانا، فبتخرج من المية كلها من بحيرة تانا، يعني اتجمعت من يجي 50 نهر حوالين البحيرة وخرجت من مكان واحد اللي هو مخرج وبداية ومنبع النيل الأزرق عند المدينة الجميلة الإثيوبية دي، مدينة بحر دار. مدينة بحر دار من أجمل مدن إثيوبيا وأكثرها تنظيم ونظافة، بتزين شوارعها أشجار النخيل، ولأنها مدينة جميلة وفيها منبع النيل الأزرق وشلالاته الرائعة وفيها بحيرة تانا، فهي مدينة سياحية جدا وبيأتيها سياح أجانب من كل أنحاء العالم. المدينة عدد سكانها حوالي 300,000 نسمة، وهي عاصمة إقليم أمهرة اللي بتقع داخل بحيرة تانا، وعدد سكانه 22 مليون نسمة. أما عدد سكان إثيوبيا فيصل حاليا لحوالي 120 مليون نسمة. آدي بحيرة تانا وآدي مصر، والنيل الأزرق لما بيخرج من بحيرة تانا ما تحسش إنه رايح على مصر أصلا، ده طالع من الجنوب مش طالع من الشمال، وماشي كده ناحية الشرق مش رايح ناحية الغرب، كأن النيل الأزرق رايح مثلا للصومال أو جيبوتي أو البحر الأحمر في إريتريا. لكن سبحان الله، مقدر ربنا لمصر من ملايين السنين إن تقوم على أرضها حضارة عظيمة، فخلى النيل الأزرق تعيق الجبال وتخليه يغير مساره ويلف اللفة الكبيرة دي، علشان بدل ما كان رايح شرق يروح غرب، وبدل ما كان رايح جنوب يتجه للشمال ويطلع النيل الأزرق لغاية ما يوصل لمصر. تعالوا نشوف الكلام ده على الطبيعة شكله إيه. ده منبع النيل الأزرق في منطقة بحر دار أو مدينة بحر دار، وبعد كده بيمشي النهر هادي كده ومؤدب وما بيعملش أي دوشة ولا حاجة، لكن الكلام ده مش بيستمر لأكثر من 15 كيلو متر، لأن بعد ما بيكمل النهر مسافة 15 كيلو متر من بحر دار بتبدأ بقى منطقة شقاوة وشلالات، ومية بتجري بسرعة جامدة وتهبط من مستوى عالي لمستوى منخفض جدا، وبعد كده بيوصل النهر بعد منبعه ب 30 كيلو متر لمدينة اسمها تيسيسات أو شلالات اسمها تيسيسات اللي هنشوفها دلوقتي. المجموعة الشبابية دي في طريقها دلوقتي لشلالات تيسيسات، هما مثلا في مسافة حوالي 20 كيلو متر أو 25 كيلو متر من منبع النهر تيسيسات خالص. طبعا الشلالات دي بتشد سياح كتير انهم يجي يزوروا منطقة السيسات عشان يشوفوا الشلالات دي اللي بتبقى شديدة جدا وقوية جدا، بالذات في شهر 7 و8 و9 اللي هو موسم الفيضان الشديد، وبعد كده بيكمل النيل الازرق جريانه وسط الجبال في اخدود ضيق بيحيط بيه الجبال من كل مكان، وبتصب فيه كل شوية انهار هنتعرف ونشوف بعضها دلوقتي، ويمشي النيل الازرق كده هو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هتشوفوه اكتر دلوقتي بين الجبال. شايفين ده مسار النهر اللون البني ده او البيج المحمل بالطمي والمواد الرسوبية، ماشي وسط الجبال الاثيوبية في منظر طبيعي جميل جدا. بصراحة يا جماعة اثيوبيا تعتبر كأنها سويسرا، لانها بالذات في موسم المطر بتتحول كلها الارض خضرة جدا وبيبقى منظرها جميل جدا. تعالوا نشوف دلوقتي نهر النيل الازرق بيبقى شكله ازاي وسط الجبال دي على الطبيعة. بيمشي النهر جوه اثيوبيا مسافة 900 كيلو متر، معظمها بالمنظر اللي انت شايفينه ده، وسط جبال عالية جدا، ومقدر له ربنا انه يجري لغاية ما يوصل لأرض مصر. لكن المية اللي بتخرج من بحيرة تانا مش هي كل مية النيل الأزرق، لسه هوريكم على الخريطة دلوقتي بعض الروافد من مئات ويمكن آلاف الروافد اللي بتصب في النيل الأزرق. شوفوا معايا كل الشرط الصفرة دي عبارة عن أنهار صغيرة بتصب في النيل الأزرق.
تعالوا نشوف مثلا النهر ده، شايفين النهر ده اللي جاي من فوق الجبل كده عالي، شايفين ماشي ازاي وسط الجبال ديت والتضاريس الوعرة جدا دي، بيضم عليه نهر تاني، وهما الاتنين بيجيبوا ميتهم ومية كل اللي بتنزل على الجبل ده كله، وتيجي المية وتصب هنا في النيل الأزرق اللي هو المسار الرئيسي ده اللي احنا بنتتبعه النهاردة. نروح نشوف مثلا رافد تاني أو مكان تاني، ادي نهر تاني أهو صغير برضو، المية بتاعته بتيجي زي السيل من فوق الجبل عشان تكب في النيل الأزرق هنا أهو. نروح برضو نشوف رافد تاني، وهكذا يا جماعة، بيفضل النيل الأزرق ميته تشد تشد وتزيد وتزيد لغاية ما يبقى نهر هادر في فصول الصيف. في الصيف فقط على فكرة، في الشتاء بتبقى ميته ضعيفة خالص، لكن في الصيف بيبقى فيضان هادر جدا. في هنا كوبري مثلا محطوط فوق النهر النيل الأزرق أهو، هنشوف صورته بعد شوية. وادي رافد تاني أو نهر تاني جاي من فوق الجبل أهو، من وسط الجبال الخضرة دي، وبيمشي النهر كده ويمشي ويصب في النيل الأزرق علشان يكمل النيل الأزرق جريانه لغاية ما يوصل لمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية اللي هي فيها سد النهضة. وادي رافد قبل سد النهضة على طول أهو، بيصب برضو ميته، شايفين الرافد الأخضر ده المية دي بتنزل برضو المية هنا كده في النيل الأزرق، وبيوصل للنيل الأزرق بعد كده لمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية، منطقة بني شنقول دي، وبيبقى محمل طبعا بكمية مية وطمي رهيبة جدا. فعشان كده إثيوبيا رايحة تبني سد هنا قبل الحدود على طول. النيل الأزرق على فكرة مش نهر عريض وواسع، بالعكس هو نهر ضيق، لكن في موسم الفيضان المية بتمشي فيه بسرعة شديدة جدا جدا وكميات رهيبة جدا. ما تزعلش مني لو كنت بقول على إثيوبيا إن فيها طبيعة جميلة، دي حاجة ربنا هو اللي خلقها، وده يختلف عن طباع السياسيين والحكام والسياسة، وده موضوع أنا ما تدرقتش ليه كتير في الفيديو ده. لو الفيديو التاني اللي هو هيكمل الصورة بتاعت مصادر نهر النيل، الأولاني كان عن البحيرات الاستوائية، والفيديو التاني اللي احنا شايفينه ده كان عن النيل الأزرق وبحيرة تانا، لأن المية اللي جاية من بحيرة تانا أكتر بكتير من المية اللي جاية من البحيرات الاستوائية، بغض النظر عن الاختلافات الشديدة في مدة الفيضان والبلاد اللي بيعدي بيها. والمعلومات دي أنا شايف إن هي مهمة جدا، مش بس لطلبة الهندسة، للمصريين كلهم لازم يعرفوا مصدر النهر النيل، ويشوفوا الفيديوهات الجميلة اللي بتشرح البلاد، بلاد حوض النيل اللي بتشاركنا في النهر.